كتاب قديم يتعلق بصناعة العطور، كتب في القرن العاشر الميلادي. هو كتاب طيب العروس وريحان النفوس، وهو ضمن كتب كتابات الأقدمين، وهي كتب تتعلق بحلقة نقاشية تعقد في المقهى الثقافي بمعرض القاهرة الدولي للكتاب. ومؤلف الكتاب هو أبي عبد الله محمد ابن أحمد ابن سعيد التميمي، المتوفي في القرن العاشر الميلادي. وهذا الكتب هذا الكتاب من الكتب النادرة والفريدة التي تتعلق بصناعة العطور، وهو يعد من الكتب التي استفادت من الخبرات الحضارية السابقة لدى المصريين القدماء.